أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على آخر المستجدات بخصوص اتفاق الحديدة والأزمة الناشبة بين الشرعية والمبعوث الأممي مارتن جريفيث. دعت الأمم المتحدة للأطراف اليمنية إلى الانتهاء من المفاوضات المعلقة والسماح بالتنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية من عملية إعادة الانتشار في الحديدة. وأوضح مايكل أوليسغارد رئيس فريق المراقبين الدوليين في بيان له أن المظاهر العسكرية الحوثيين لم تبارح ميناء الحديدة إلى حد كبير بعد إزالتها من مينائي الصليف ورأس عيسى، داعيا إلى إكمال عملية إزالة كافة المظاهر المسلحة بسرعة ما في ذلك الخنادق. يأتي هذا في ظل مساع حثيثة تقودها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لتسوية الخلاف بين قيادة الشرعية والمبعوث الأممي. نتوقف عند هذه التطورات للنقش في محورين: هل أخفقت مساعي المبعوث الأممي بتجزئة القضية اليمنية؟ وكيف يمكن أن تنتهي قضية الحديدة؟ وما مستقبل العلاقة بين الشرعية والمبعوث الأممي في الخلافات الحالية؟ تفريغ للمشكلة وغياب للحلول، أو تعنت ومغالطة في تنفيذها، ذاك ما انتهت إليه مشكلة الحديدة وموانئها الثلاثة. قيل فيما سبق إن تجزئة الأزمة اليمنية ربما يقود إلى حلول أو تسويات جامعة، وهو ذات القول الذي تبناه المبعوث الأممي مارتن جريفيث الذي استهل مشواره بأمل إحراز تقدم ولو بسيط يباهي به سابقيه ممن ذهبت جهودهم سدى أمام تعقيدات الوضع في اليمن. لكن ما دأب عليه المبعوث الأممي في بحث ملفات المشكل اليمني كل على حدة قاد إلى تعقيدات كثيرة في جانب منه، وصرف النظر عن البحث في عموميات الأزمة، وهو أمر يصب في صالح ميليشيا الانقلاب التي تراهن على الوقت في تثبيت سلطتها وتعويد الناس على نظامها. لذلك ذهبت إلى إغراق المبعوث الأممي في مشكلة الحديدة حتى بدا وكأنه على وفاق معها، خصوصا بعد أن أصبح المشرع لمغالطاتها وما تزعمه بشأن الانسحابات من الموانئ. فيما مضى قال المبعوث الأممي إن الميليشيا انسحبت من الموانئ، وإن المرحلة الأولى من تفاهمات ستوكهولم بشأن الحديدة تم تنفيذها. كان ذلك القول في جلسة استماع للمبعوث الأممي في قاعة مجلس الأمن الدولي، وهو ما لم تعترف به الحكومة الشرعية واعتبرته مغالطة وتحيزا واضحا للميليشيا، قاد لاحقا إلى خلاف يجري تسويته حاليا في الرياض مع الوكيل المساعد للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية. بعد ذلك كله يخرج رئيس بعثة المراقبين مايكل أوليسغارد ليؤكد أن المظاهر العسكرية للحوثيين لم تبرح ميناء الحديدة إلى حد كبير، داعيا إلى إكمال عملية الانسحاب وإنهاء المظاهر المسلحة. أبدأ النقاش مع ضيفي من الرياض الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. بداية، كيف تنظر إلى ما يحدث في الحديدة منذ تفاهمات ستوكهولم حتى الآن؟ والله شوف، في البداية هو كلام نكرره ويكرره غيري أن اتفاق ستوكهولم هو ورد ميتا في حينه، علما بأن هذه أول اتفاق يترآه الأمم المتحدة بدون توقيع محاضر على الاتفاق. الاتفاق يعني كل واحد يعني فسره لصالحه. مارتن جريفيث واعتقد بعض دول التحالف العربي ضغطت لانجاز هذا الاتفاق من باب اظهارها على انها دول راعيه للسلام او ما الى ذلك، او ان القضيه يمنيه بحته. الاتفاق هذا ورد مشوه، وثم كان رئيس بعثة المراقبين الأول الحوثيين يعتبروها مسرحية مثل المسرحيات الاتفاقيات التي كانوا يوقعونها قبل دخول صنعاء ثم ينقضونها، فاعتبروها بنفس الطريقة على أنها اتفاقية أنهم سوف يتلاعبون في هذه الاتفاقية. استمر حاول الحوثيين يعملوا مسرحية أولى، فاستقال أول رئيس لبعثة المراقبين لا يحضرني اسمه، ثم استمر مارتن جريفيث يعني في المفاوضات المرة والأخرى. الشرعية استمرت في تقديم التنازلات، لم تدير المفاوضات يعني بحنكة أو بإيجابية. لا نريد أن نذكر الأشخاص الذين فاوضوا، لكن الحنكة السياسية لم تكن موجودة لدى الوفد التفاوضي اليمني أو حتى في اللجان التنفيذية لتنفيذ الاتفاق.
جرفت يعني بشكل او باخر الشرعيه والمجتمع اليمني يقولون انه متحامل على الشرعيه او انه موالي للحوثيين او ما الى ذلك. والحقيقه انه جرفت او غير جرفت اذا اتى محايد وليس له علم بالازمه اليمنيه فهو عندما يريد ان يقابل الحوثي يذهب الى صنعاء، وعندما يريد ان يقابل الشرعيه يعني لاحقهم الى الرياض والى عمان والى القاهره والى اسطنبول والى المانيا احيانا بعض. فبالتالي الناس تحترم السلطه الموجوده في ارضها وبين جمهورها، فما الى كفه الحوثي. في جانب اخر عاده الوسطاء الامميين يحاولوا يسترضوا الطرف المتعنت. الطرف المتعنت هو الحوثي فاسترضوا وحصلت المسرحية الأولى والمسرحية الثانية لتسليم ميناء الحديدة، والحقيقة أنه ليس انسحاب من ميناء الحديدة وإنما إعادة انتشار للقوات، القوات من ميناء الحديدة التي ادعى الحوثي أنه انسحب منها وسلمها لخفر السواحل التابعين له. القوى الحوثيين انسحبوا إلى بعد 5 كيلومتر داخل المدينة، بمعنى أن الانسحاب نوع من هو عبارة عن انسحاب مسرحي. يستطيع الحوثي من الناحية العسكرية يعود خلال دقائق إلى ميناء الحديدة. طيب تبقى معنا أستاذ عبد العزيز وسنتحدث في تفاصيل كثيرة حول مستقبل الخلاف الآن الحالي بين الشرعية وجريفيث، وإلى متى سيستمر استرضاء ميليشيا الحوثي من قبل الوسطاء الأمميين كما ذكرت سابقا، ما حدود هذا الاسترضاء؟ أشرك معنا بالنقاش من العاصمة الأردنية الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر مودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. في وقت سابق مارتن جريفيث قال بأن المرحلة الأولى من تفاهمات ستوكهولم بشأن الحديدة تمت بنجاح. اليوم مايكل ريسغارد يصرح بأن الميليشيا لم تنسحب من ميناء الحديدة وما زالت لها وجود. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ في أي سياق يمكن قراءتها؟ أولا تحية لك سامي، كل عام بخير، والأخ عبد العزيز. كما ذكر ضيفك يعني لم تكن هناك اتفاقية، وكل ما حدث وفقط كان عملية تم فرضها من قبل المجتمع الدولي على الحكومة التي كانت فيها تمثل الطرف الآخر، رغم أنها على الأرض هي ليست الطرف الذي يقاتل كما نعرف. الأمر الآخر أنه الانسحاب بالفعل يعني هو إعادة تموضع للقوات، وخاصة فيما يتعلق بمنطقة الحديدة وميناء الحديدة. ميناء الحديدة عمليا الحديدة هي تحت سيطرة الحوثيين، وبالتالي إذا انسحبوا حتى لو سحبوا جزء من قواتهم من داخل ميناء الحديدة هم بإمكانهم العودة لهذه المناطق في أي وقت. أما الصليب وراس عيسى، المنطقة المحيطة جميعها هي تتبع الحوثيين، وبالتالي ليس هناك من مشكلة بالنسبة للحوثي أن ينسحب 10 كيلومتر 20 كيلومتر من أي منطقة، هي تظل كلها تحت سيطرته. كما أن القوات التي في داخل هذه الموانئ هي قوات من خفر سواحل أصبحوا يعني عمليا تحت السيطرة الحوثية، أو من قوات أمنية أيضا عمليا هي تحت سيطرة الحوثيين، وبالتالي ليس هناك من انسحاب. عندما حاول المبعوث أمام مجلس الأمن الادعاء بأن هناك انسحاب كامل، طبعا هذا الادعاء ادعاء صارخ، وهو كان يقصد منه أنه هو حقق إنجاز ما. أما عمليا هو يدرك والجميع يدرك بأنه ليس هناك من انسحاب فعلي. هم كانوا يحاولوا تضخيم أي إنجازات واعتبار أنها إنجازات حقيقية. طيب أستاذ عبد الناصر، الأستاذ عبد العزيز الهداشي أشار إلى نقطة أن الوسطاء الأمميين والأمم المتحدة هي تسعى لاسترضاء الحوثي لأنه موقف لديه موقف متعنت. وربما هل هذا التصريح اليوم مايكل ريسغارد له علاقة بمحاولة استرضاء الشرعية ربما وتهدئة الموقف في ظل الصدام الأخير الذي حصل؟ يعني أنا أتفق مع الأخ عبد العزيز بأنه فعلا الأمم المتحدة وأي طرف أو أي وسيط عندما يكون معاك الطرف موجود على الأرض وقوي وفي نفس الوقت
متعنت ووسائل الضغط عليه تكون ضعيفة، فإنك تحاول أن تصر به، وهذا ما يحدث مع الحوثيين. يعني بمعنى أن تفسيرنا لسلوك الوسطاء ولسلوك الأمم المتحدة مع الحوثيين جزء منه هو ناتج عن هذا السبب، وليس بأن هناك مؤامرة وأن هناك أجندات خبيثة يحاول هؤلاء تمريرها. لكن الأمر الآخر، يعني ما قام به رئيس المراقبين هو تقرير فني إلى حد كبير فيها الكثير من الموضوعية. صحيح أنه ممكن تفسيره بأنه يعني يميل أو أنه استرضاء للطرف الآخر، لكنه في كل الأحوال هو لم يدعي شيء غير موجود، وأعطى تقرير بما هو حاصل. ما هو حاصل كما ذكر أن حدث انسحاب للقوات من ميناء الصليف وراس عيسى، وهذه أمور الميناءين، هذين الميناءين بعيدان عن ميدان المعركة بأكثر من 70 كيلو، بالتالي ليس لهم أي قيمة أن تنسحب 5 كيلومتر أو 10 كيلومتر. وقال بأن هناك لا زالت القوات الحوثيين موجودة في ميناء الحديدة، وبالتالي التقرير مهني موضوعي، ممكن النظر له بأنه استرضاء أو إظهار للحكومة بأن الأمم المتحدة هي موضوعية ومحايدة. وفي هذا التقرير يعني ممكن القول بأنها كان تقرير مهني موضوعي، على عكس ما قاله مارتن جريفيث أمام مجلس الأمن، كان يعني كان تقرير تضليلي إذا صح التعبير، لأنه أشار إلى أن هناك انسحاب كامل، ولم يقل بأن هناك خطوات، لم حتى لم يغلف كلامه بعبارات مطاطية. هو أعطى انطباع بأنه فعلا الحوثيين قاموا بتعاون كامل، وهذا لم يحدث. طيب، أعود لسعد عبد العزيز الهداشي، هذه التصريحات للوزغارد، التصريحات الأخيرة، هل من تأثير لها؟ وأيضا بشكل عام، ما النتائج المترتبة على ما يجري في الحديدة؟ لا أعتقد أنه على المستوى القريب يعني أن هناك أي نتائج، هي مجرد يعني مهما كانت تقرير مهني، لكنه سوف إما جولة جديدة من المباحثات وإضاعة الوقت لفترة طويلة جدا. الحديدة الآن هي بيد الحوثي، ولو والمطلوب من الشرعية مقابل الانسحاب الجزئي الذي يفترض أنه قام به الحوثي من ميناء الحديدة أو من الموانئ الأخرى، فرض الشرعية أن تقابل الانسحاب بانسحاب. الآن سوف يدخلون الآن في جولة مفاوضات جديدة، وإعادة اللعبة من أو إعادة المسرحية من بدايتها. حقيقة معركة الحديدة كان يفترض أن يحسمها طرف من الأطراف، أو أن تدخلها قوات تابعة للأمم المتحدة، ولا يحكمها الحوثي ولا تحكمها الشرعية وللقوات الأممية في هذه الحالة. كان هناك حديث الفترة الماضية قبل أيام عن هذا السيناريو، عن إرسال بعثة مراقبين مسلحين ربما. هو السيناريو هذا هو الأفضل في ظل الوضع الحالي، لأن الحوثي لن ينسحب من الحديدة، ونحن نعرف أنه لن ينسحب من الحديدة، وأعتقد أن القوات المشتركة التي على مشارف الحديدة التي هي مجازا تابعة للشرعية هي أيضا لن تنسحب، والكل يدرك اللعبة. وما حصل من اتفاق السفن إلى حد الآن كان مجرد عبارة عن نوع يعني أو استرضاء للمبعوث الأممي وللأمم المتحدة من الطرفين. حقيقة ما يستمر الوضع كما هو أعتقد إلى أن تحل مشكلة اليمن بشكل عام، أو طيب. أن يتحرك أحد الأطراف لحسم معركة الحديدة عسكريا. وفي يعني على المدى القريب لا أعتقد أن الشرعية لديها القدرة على الحركة في الوقت الراهن، ولا الحوثي لديها الاستعداد للدخول في معارك حاليا في الحديدة. فأعتقد بأن تستمر المفاوضات لفترة طويلة، وهناك مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة لسنوات وسنوات في مشاكل بسيطة جدا. طيب، أعود للأستاذ عبد الناصر، أستاذناك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد الناصر، كان هناك حديث وتوصيف لأداء جريفيث بأنه يسعى من خلال كل تحركاته إلى تجزئة القضية اليمنية. اليوم بداية هذا الموقف وهذا التحرك الرافض من الشرعية، هل يمكن أن يعتبر أنه بداية ربما لإفشال مساعي جريفيث بتجزئة القضية اليمنية؟ القضية اليمنية تجزئتها هو أمر يعني ناتج عن تعقيد المشكلة. المشكلة هي في الأساس
لا يمكن أن تحل عبر المفاوضين عبر التدخل الأمم المتحدة، لأنه الظروف الموضوعية تجعل من الصعب حلها. لهذا السبب تم التطرق أو كانت الفكرة بأن يتم الذهاب إلى القضايا الصغيرة وترك القضية الكبيرة التي هي الصراع السياسي العسكري. وكان يعتقد أن هذه القضايا الصغيرة من الممكن التوصل لحلول، مثل قضايا المطار، قضية الحديدة بتفرعاتها الكثيرة. لكن حتى هذه القضايا الصغيرة أيضا اتضح بأنها أيضا مربوطة بالقضايا الكبيرة. لكن عمليا أي شخص في موقع المبعوث هذا أو غيره لابد بأن يلجأ إلى هذا الأسلوب في حال تعقد الحل السياسي الكبير. أما قضية الحديدة كانت قضية خاصة، كانت قضية دولية. أصبحت الحديدة موضع سجال سياسي داخل الولايات المتحدة بين الكونغرس وبين الرئيس، داخل بريطانيا أيضا بين الحزب المعارضة وحزب الحاكم. هذه القضية مثارة من قبل منظمات حقوق الإنسان، الصراع مع السعودية مع كثير من القوى. وبالتالي هناك كانت قضية الحديدة قضية منفصلة، يعني ليست مربوطة تماما بالنزاع اليمني، القضية الإنسانية في اليمن. لهذا السبب تم تدخل المجتمع الدولي بكل ثقله لفرض ما سمي اتفاق السويد على السعودية وعلى الإمارات، يعني بشكل لنقول الأمور بمسمياتها. ومن ثم السعودية أمرت الرئيس أو هادي الذي لم يعد رئيس فعليا بأن يوعز الوزير خارجيته الذي الآن يحاولون أن يحملوه مسؤولية القبول بذاك الاتفاق، لأن ذاك الاتفاق كما تم فرضه من الأمم المتحدة، ولم يكن لدى اليماني وفريقه إلا القبول به، ليس لديهم لا سلطة ولا قدرة على أن حتى يفاوضوا مفاوضات حقيقية مع الحوثيين. طيب أستاذ عبد العزيز، الأزمة الآن الحالية بين الشرعية والأمم المتحدة ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة التقت بالرئيس هادي، هذه الأزمة كيف يمكن أن قراءة مساراتها؟ إلى أين يمكن أن تنتهي؟ إلى أين يمكن أن تصل هذه الأزمة برأيك؟ تقصد الأزمة يعني أن الشرعية متضايقة من مارتن جريفيث أو ماذا تقصد؟ الإشكالية الحاصلة واعتراضها على أداء جريفيث وأنه تجاوز ربما المرجعيات والقرارات الدولية بخصوص الأزمة اليمنية. المرجعيات الدولية، المرجعيات الأزمة اليمنية اللي هو مؤتمر الحوار والأزمة والمبادرة الخليجية وما إلى ذلك. لا أعتقد أداء الشرعية والأداء الشرعية العسكرية أو موقف العسكري الضعيف يجعل العالم كله يتجاوزها. هذه ليست إنجيل أو قرآن منزل على أساس العالم يلتزم بها إلى المدى. لو كان العالم ملتزم بالشرعية وقرار الأمم المتحدة فما فاوض الحوثي. العالم يحترم القوي بعد 4 سنوات من الحرب أو 5 سنوات من الحرب. المحافظات الشمالية لم يتحرر منها إلا أجزاء بسيطة. بالعكس قبل انطلاق عاصفة الحزب كانت الجوف محررة ومارب محررة، كانت المساحة المحررة في المحافظة الشمالية كانت أكبر من بعد عاصفة الحزم تقريبا. وبالتالي العالم ينظر إلى الحوثي على أنه قوي وسلطة أمر واقع، والعالم يحترم القوي. طيب أستاذ عبد العزيز، بالاستناد إلى تحليلك أنت والأستاذ عبد الناصر مودع في هذه الحلقة، عندما تقولون بأن هذا الاتفاق فرض على الشرعية وفي نفس الوقت تتهمونها بالعجز في ذلك، تجني في هذا القول منكم؟ دعني أشوف الحوثي وافق على الاتفاق وتحرك في الجبهات الأخرى، تحرك يعني تحرك إيجابي، استعاد مناطق واسعة في محافظة إب ومحافظة الضالة ومحافظة البيضاء، استعاد يعني دخل مناطق لأول مرة يدخلها في محافظة حجة، دخل لأول مرة واستفاد من هذا الاتفاق لأنه كان يستهلك قواته في الساحل. بينما الشرعية ماذا استفادت من هذا الاتفاق؟ لا هي التي حررت الحديدة، ولا هي التي حافظت على المناطق التي تحت سيطرتها، ولا هي التي توسعت يعني تحرير مناطق جديدة. العالم ينظر إلى الحوثي على أنه يطور من قدراته، يطور من قوته، يوسع من المساحات التي يسيطر عليها، بينما الشرعية خاملة. هذا واحد. الجانب الثاني، الحوثي كما قلنا في بداية المقابلة، الحوثي عندما يريد أي مبعوث أو مندوب عالمي أن يقابله يأتي إلى صنعاء
ويقابل جهة واحدة ورأس واحد، لكن بينما وقراره من رأسه، قرار الحوثي من رأسه، يعني هو المتحكم بمصيره. بينما إذا تريد تقابل رئيس الجمهورية عليك أن تذهب إلى الرياض، وإذا حبيت أن تقابل رئيس الوزراء كمبعوث أممي يريد أن يطلع على عليك أن تذهب إلى عدن، وإذا حبيت أن تقابل وزير المالية عليك أن تذهب إلى عمان. بل العالم الآن، العالم كله يدرك أن الحوثي قوي ومتماسك بعد 5 سنوات من الحرب، بينما الشرعية في حالة ضعف شديد وفساد. طبعا لماذا فرض عليها الاتفاق السويد؟ نتيجة ضعفها. لو كان قرارها من رأسها أو مصيرها بيدها لما فرض عليها أي قرار. الأهم من هذا كله، هناك قاعدة وضعها نابليون يقول فاوض على المدى الذي تصل إليه مدافعك. مدى المدافع حق الحوثي يطول يوميا أو يزيد المدى حقه، ومدافع الشرعية يكسر المدى حقها. الأداء السياسي للشرعية ضعيف جدا. يعني لو أتيت إلى الزيارة البروتوكولية فهي قم بها أو الناس يتابعون الحوثيين تعادل ما يقوم به وأكثر مما يقوم به وزراء الشرعية، بينما الحوثي محاصر ويتحرك ويقنع العالم على أن هذه ليست حرب يمنية بل أنها حرب يمنية سعودية، بينما الشرعية متقوقعة. كم مظاهرة استطاع أن يخرج الحوثي في لندن أو في برلين ضد الحرب، وكم من المعارضة استطاعت الشرعية أن تخرجها في أي عاصمة أجنبية مؤيدة لها. حقيقة طيب هذه المظاهر ربما يمكن البحث عنها في حلقة أخرى ضمن موضوع آخر. أشكرك جزيلا عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا من الرياض، وأختم مع الأستاذ عبد الناصر المودع، قراءتك لمستقبل الخلاف، كيف يمكن أن ينتهي هذا الخلاف بين الشرعية والجريفيث؟ الشرعية هي لا الشرعية الآن، كل يوم وراء آخر هي بتظهر أنها أصبحت شرعية باهتة، شرعية رمزية، لولا الدعم السعودي لما بقت يوم، لأن ليس لها وجود على الأرض. وأتفق مع الأخ عبد العزيز وعجبني تحليله وصراحته. هذه الشرعية ليس لديها لا قرارها بيدها لا في السلم ولا في الحرب، هم عبارة عن متمصلحين من اللصوص، أصبح أشبه باللصوص، لصوص أزمة، لصوص نكبة، يحاولوا أن يستفيدوا قدر الإمكان من مواقعهم السياسية والإدارية والكسب الغير مشروع من هذه المأساة أكثر من أن لديهم مشروع. هؤلاء ليس لديهم مشروع لا وطن ولا لديهم مشروع أن يتخلصوا من الحوثي أو يتخلصوا من أي من يعيق إعادة الدولة. طيب إلى أي حد الآن بعد موقفهم الأخير من جريفيث، إلى أي حد يمكن أن يحصل تغير في أداء الأمم المتحدة في الملف اليمني؟ لن يحدث تغير، الأمور ستسير نحو الجمود الفعلي. هي كانت جامدة فعليا لكنها الجمود الفعلي والشكلي، هي كانت جامدة فعليا لكن شكليا كانت تبدو أنها تتحرك، وهكذا ما كان يحاول المبعوث تسويقه للعالم بأنه يتحرك رغم أنها في حالة جمود. الآن سيحدث جمود شكلي وجمود فعلي لهذه المفاوضات. لن يحدث أي حلحلة للملف اليمني أولا ما لم يحدث تصحيح داخل هذه الشرعية. خروج هادي الذي هو السبب المشكلة، هو الذي ادى الحوثيين، وهو الذي وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وهو الذي هو سبب نكبتنا، وبالتالي لا يمكن أن يكون سبب نكبتنا هو مخلصنا. يعني هذه حالة الجمود هذه أستاذ عبد الناصر، حالة الجمود هذه تصب في مصلحة من؟ الحوثي طبعا، الحوثي الذي هو على الأرض، موجود على الأرض بيرسخ نفسه كل يوم، وهو بيتجذر ثقافيا، هو بيغير ذهنية أطفالنا، بيغير الثقافة العامة في اليمن لصالح ثقافته وسيطرته الدائمة على اليمن، لصالح الذي أصبح العالم يتعامل معه كقوة وأصبح لديه قوة يهدد بها الجيران. وفي كل الأحوال الأمور تصير في صالح القوي، في صالح المتواجد على الأرض، وليس في صالح النائم والقاعد في الفنادق في الخارج. كما ذكر ضيفك، يعني لما يريدوا مسؤول يدوروا فينه في أي دولة في العالم يروحوا يجتمعوا فيه،
وهذا مظهر من مظاهر الاهتراء. لا أحد يحترم حكومة أو سلطة تدعي أنها شرعية وهي غير متواجدة على الأرض، بينما يذهبوا إلى صنعاء وهناك ما يشبه مؤسسة الدولة، بينما هادي وجماعته لم يأسسوا حتى قسم إدارة واحدة في وزارة. الوزراء معظم الوزراء ليس لديهم حتى فريق من 10 أشخاص، عبارة عن وزير وسكرتير ومدير مكتب يتجول حول العالم. هذا الأداء الباهت يبدو أنك نسيت تعيينات وكلاء وزارات. لدينا الكثير من وكلاء الوزارات والمستشارين. معنا وكلاء وزارة أكثر من الموظفين، وزارة الإعلام 16 وكيل وزارة ولا يوجد بها يمكن أكثر من الموظفين حقها الفعليين الذين يمارسوا العمل. وهذا دليل من مظهر من مظاهر هذا الـ هذا الـ هذا التسيب، هذا الاستهتار، هذه الذي تمارسه هذه السلطه. 16 وكيل ليس هناك، ايضا القانون يخالف، هذه جريمه قانونيه، لانه انت ما تنشئ منصب وكيل الا يكون لديك قطاع موجود في لائحه، لكن 16 وكيل في وزاره الاعلام ليس لديهم عمل وليسوا موجودين ضمن قطاعات حقيقيه داخل الوزاره. هذا مظهر من مظاهر هذه الدوله التي هي قسمه اللصوص، يعني هم بتقاسموا المناصب هذه بينهم وبين محسوبيهم، بينهم وبين الاحزاب التي متحالفه مع هادي وبين هادي وجماعته واولاده وغيرهم من المتمكنين في هذه السلطه. وبالتالي هذا هو المظهر الحقيقي لهذه السلطه. أشكرك جزيلا عبد الناصر مودع الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الشكر موصول للخبير العسكري عبد العزيز الهداشي كان معنا من الرياض. انتهت هذه الحلقة من زاوية الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج والمنتج الحلقة ماهر أبو المجد.